السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هروج ليست. حلقتنا لهذا الأسبوع سوف تتحدث عن أبرز المصارعين العرب في تاريخ عالم المصارعة الحرة بشكل عام وفي اتحاد WWE بشكل خاص. وننوه في البداية أن ليس كل من قام بتأدية الشخصية العربي في عالم المصارعة الحرة كان عربي العرق أو حتى عربي المنشأ، فللأسف هناك نسبة عالية تفوق 90% من هؤلاء المصارعين الذين قاموا بتأدية شخصية المصارع العربي لم يكونوا عربا، بل كانوا من شعوب وأعراق شرق أوسطية يشتركون مع العرب في الملامح والشكل. بل هناك مصارعين من أوروبا ومصارعين لاتينيين، بل حتى مصارعين أفارقة قاموا بدور المصارع العربي. فعلى سبيل المثال المصارع الذي ظهر في WWE بعام 2004 و2005 الذي يدعى محمد حسان والذي دخل بعداوة مع الأندرتيكر لم يكن عربيا لا من قريب ولا من بعيد. لذلك فقائمتنا هذه تتحدث فقط عن المصارعين العرب الحقيقيين أو الذين لهم جذور عربية فقط، وقد ظهروا في اتحادات المصارعة الحرة الشهيرة في شمال أمريكا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واليابان. وفي الأخير هذا اجتهاد منا، قد نصيب وبكل تأكيد قد نخطئ، فاعطونا آراءكم عن هؤلاء المصارعين ومن هو أفضل من مثل العرب من بينهم في عالم المصارعة الحرة. وبسم الله نبدأ. وادي أيوب الشيخ علي. ولد وادي أيوب في لبنان عام 1927، وكان بطلا للمصارعة الرومانية مصارعة الهواة على مستوى الدولة وهو في عمر 22 سنة، وبعدها هاجر إلى أستراليا لتبدأ مسيرته هناك كمصارع محترف. وقد كانت شهرة المصارعين العرب قد ابتدأت مبكرا على يد المهاجرين اللبنانيين في أستراليا ونيوزيلندا، وكان الأسطورة الراحل وادي أيوب والذي اشتهر بلقب الشيخ علي أشهر مصارع عربي على الإطلاق حينها، حيث كان متصدرا لعروض كبرى اتحادات المصارعة الحرة هناك كاتحاد WCW الأسترالي. بل زادت شهرته وعلى مدى عقدين ونصف في الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات في قارات آسيا وأوروبا، وظهر في أهم وأبرز العروض الخاصة بالمصارعة الحرة الآسيوية والأوروبية كعروض الاتحاد الأوروبي الشهير EWA. وأثناء جولة آسيوية قام بها الأسطورة وادي أيوب تحديدا في سنغافورة اكتشف أنه مصاب بمرض السرطان، ولم يمهله المرض طويلا ليرحل مبكرا عن هذا العالم، حيث توفي الأسطورة وادي أيوب في سبتمبر من عام 1976 عن عمر ناهز 49. عائلة خوري. هي عائلة لبنانية الأصل واشتهرت في عالم المصارعة الحرة على مدى 4 عقود، ومؤسس هذه العائلة العريقة هو الأسطورة الملقب بالوايلد بول خوري، واسمه الحقيقي فريد خوري من مواليد عام 1913. كانت نشأة فريد خوري في عائلة لبنانية مهاجرة، وكانت تعيش تحت ظروف صعبة أجبرته هذه الظروف على العمل وهو في عمر 16 في تحديات أقوى رجل التي كانت تقام في عالم السيرك، حيث امتاز فريد خوري بقوة جسمانية نادرة واستطاع أن يصنع له سلسلة انتصارات متتالية بعدم الخسارة في تحدي مفتوح لأي شخص يرى أنه قادر على هزيمته، حيث حافظ على سجل فوز وصل إلى 95 انتصار متتالي وجميعها كانت في الجولة الأولى التي مدتها 5 دقائق. وعندما تجاوز سن 20 من عمره التحق فريد خوري في سلك الشرطة ليصبح من أشهر ضباط الشرطة شهرة في مدينة هارتفورد كنينيتك، وبسبب أسلوبه الشرس والعنيف في القبض على المجرمين تم إطلاق اسم الوايلد بول أي الثور الهائج عليه، وبعد اشتهر طوال حياته. وقد بدأ فريد خوري مسيرته في عالم المصارعة عبر اتحادات مدينة ديترويت ميتشيغان في حقبة الثلاثينات، وهناك اشتهر بظهوره بأسلوب جديد لم يكن معروف من قبل في عالم المصارعة الحرة والتي عرف فيما بعد بأسلوب الهاردكور، ليصبح فريد خوري المؤسس الحقيقي لمدرسة الهاردكور في التاريخ. وفي الأربعينات زادت شهرة فريد خوري عندما استطاع أن ينازل أسطورة الملاكمة جاك ديمسي لتفتح له أبواب الشهرة، لينتقل بعدها لاتحادات المصارعة الحرة في تكساس. وطوال حقبة الخمسينات والستينات كان فريد خوري المصارع الأول شهرة في تكساس، وتميز فريد خوري بسبب مظهره المرعب بأن أصبح أكثر الشخصيات المخيفة في تلك الفترة،
اعتزل فريد خوري في منتصف السبعينات وتوفي في عام 1985 وهو في عمر 72، واستمرت مسيرة عائلة خوري عن طريق فريد خوري الثاني الابن، لكنه كان يتبع أسلوب مغاير تماما لأسلوب والده، حيث امتاز بأداء أسلوب الهاي فلاير، وكان يؤدي الشخصية المحبوبة ولقب بفريد خوري الطائر. وكانت مسيرته خلال حقبة الستينات والسبعينات، وقد حقق لقب الفرق باتحاد NWA في تكساس بجانب والده الأسطورة الوايلد بول خوري، واحتفظا به لمدة سنتين. وقد نال فريد خوري الابن جائزة النجم الصاعد لعام 1972 التي تطلقها مجلة BWI سنويا. واستمرت مسيرة هذه العائلة العريقة بتواجد فريد خوري الثالث الحفيد، الذي تواجد في الاتحادات المستقلة خلال 15 سنة الماضية، وكان ينتهج أسلوب والده الهاي فلاير، بل وكان يلقب نفسه بلقب والده فريد الطائر خوري الابن هو الثالث، واشتهر كذلك بلقب الصاروخ، وقد اعتزل المصارعة الحرة في عام 2011. جيمي سيد وهبة سكندور أكبر ولد في سبتمبر عام 1934 لوالد لبناني وأم أمريكية من جذور سورية. ظهر في عالم المصارعة الحرة في اتحادات ولاية تكساس، تحديدا في عروض عائلة الفون إيريك، ولقب نفسه بسكندور أكبر أي الإسكندور العظيم، واشتهر كثيرا باسم أكبر. وكانت بداية شهرته في اتحاد WWE خلال فترة السبعينات، لكن للأسف اعتزل مبكرا في أواخر السبعينات لإصابة خطيرة في الظهر، ليتحول بعد الاعتزال لمهنة مدير الأعمال للمصارعين، وبهذا الدور برز كأحد أهم مدراء الأعمال في التاريخ، وكان ذلك عبر اتحادات WWE والWCCW والWWC والGWF. ويعد أكبر وأول من اكتشف العديد من الأساطير، حيث كان مدير الأعمال في بدايات مسيراتهم، ويأتي في مقدمتهم رجل المليون تيد ديبياسي وغريغ فالنتاين وكينغ كونغ باندي وعبد الله الجزار والأندرتيكر وستيف أوستن وستيف ويليامز وكيفن فون إيريك وغولدست وكامالا وفريق الوايلد ساموان وغيرهم. وقد توفي جيمي وهبة في أغسطس من عام 2010 بعد معاناة طويلة من مرض السرطان. إدوارد فرحات الشيخ الأصلي من مواليد يونيو عام 1924، بدأت مسيرته في أوائل الخمسينات، كانت بداية شهرته مع وجود اتحاد WWE في أوائل الستينات تحت لقب الشيخ، ويعتبر من النجوم الأوائل الذين ظهروا في WWE، حيث حقق لقب الولايات المتحدة اللقب القديم في WWE مرتين، وصارع في السبعينات في الاتحادات اليابانية العريقة اتحاد All Japan Pro Wrestling واتحاد New Japan Pro Wrestling مع الأسطورة عبد الله الجزار، ثم اتحد معه لدخلان في عداوة دامية وشرسة مع الأخوين فانك. ويعتبر إدوارد فرحات من مؤسسي مدرسة الهاردكور، وهو العراب لعدد من النجوم الهاردكور مثل النجم سابو وهو ابن أخته والنجم روب فان دام. توفي عام 2003، ويعتبر أول مصارع عربي ينضم لقاعة المشاهير WWE، وكان ذلك في عام 2007، وقد تم تكريمه في قاعة مشاهير الاتحاد العريق NWA في عام 2010. لورنس شريف عبد الله الجزار من مواليد يناير عام 1941، مصارع كندي من أصول سودانية، بدايته كانت في الستينات عبر الاتحادات الكندية في مونتريال كندا، اشتهر طوال فترة السبعينات في الاتحاد الياباني All Japan Pro Wrestling تحت اسم عبد الله الجزار، حيث جمع كل ألقاب ذلك الاتحاد، ثم أكمل حصد ألقاب اتحاد WWC في أوائل ومنتصف الثمانينات، ثم ظهر في اتحاد WCCW واتحاد WCW وكذلك في اتحاد ECW وأيضا في ROH. يعتبر عبد الله الجزار أكثر مصارعين مدرسة الهاردكور دموية في التاريخ، ويملك خبرة في رياضة الجودو والكاراتيه وفنون القتال المختلط MMA، ثم تم تكريمه في صالة مشاهير WWE عام 2011. عدنان القيسي الجنرال عدنان من مواليد مارس عام 1939،
مصارع عراقي بدأت مسيرته في أستراليا في الستينات، واشتهر بشخصية بيلي الذئب الأبيض في اتحاد WWE أوائل السبعينات، عندما حقق لقب العالم للفرق في WWE. في أواخر السبعينات ظهر في الاتحاد الياباني العريق نيو جابان برو رسلينج، وفي الثمانينات ظهر باسمه الحقيقي عدنان القيسي في اتحاد AWA ونافس على لقب العالم للوزن الثقيل هناك. وفي أوائل التسعينات ظهر كمدير أعمال للنجم الكبير الرقيب سلوتر عندما قام بدور الجنرال عدنان، وكان في مين إيفنت أكثر من عرض كبير في WWE آخرها السمر سلام عام 1991. يوسف خبيبو الشيخ الثاني من مواليد مايو عام 1972 أمريكي من جذور سورية، بدأت مسيرته في الاتحادات المستقلة في ولاية فلوريدا في عام 1998، واشتهر في عالم المصارعة تحت اسم الشيخ الثاني، ويعتبر أول مصارع من جذور عربية يحقق اللقب العريق لقب الـ NWA العالمي للوزن الثقيل عندما انتزعه من النجم كولت كابانا في عام 2011. هارون حداد ديميان ساندو من مواليد إبريل عام 1982 أمريكي من جذور لبنانية، اشتهر في عالم المصارعة الحرة تحت اسم ديميان ساندو. ظهر مبكرا في WWE منذ عام 2002، تدرج في اتحادات WWE التطويرية كاتحاد OVW ثم اتحاد FCW، وظهر في اتحادات أخرى كاتحاد WWC. فاز ببطولة الحقيبة وفاز بلقب WWE للفرق بجانب الميز. كان أكثر مصارع شعبية في WWE لعام 2015، والآن متواجد في اتحاد TNA. رامي سبيعي سامي زين من مواليد يوليو عام 1984 كندي من جذور سورية، اشتهر في عالم المصارعة كمصارع مقنع تحت اسم El Generico. صارع في كبرى اتحادات المستقلة كاتحاد BWG وROH وEvolve، حقق لقب الـ NXT في WWE وهو مصارع حاري في عرض الرو. لمزيد من المعلومات شاهدوا حلقة مشوار مصارع. وفي الختام نشكركم على حسن إنصاتكم، كان معكم أخوكم مستر كينج لتقديم هذه الحلقة من برنامج هروج ليست، ودمتم بود.